اقسم بالله لقد سمعت من احد الصالحين انه قد القي القبض على عبد من عباد الله في سنة 1965 ووقف امام الجلاد فقال له الجلاد ماذا تريد من الطعام والشراب؟ قال له انني صائم لله. اتدرون ماذا فعل الجلاد بالصائم في السجن الحربي؟ اقسم بالله خلع ثيابه، خلع الجلاد ثياب نفسه واخرج ذكره ووضعه في فم الصائم وبال في فم الصائم، بال في فم الصائم. هكذا حكمت مصر وهكذا تمر بنا الايام وهكذا يحكمنا الطعام الظالمون.